وتمثل هبطة العيد أول أفراح العمانيين بالعيد، خاصة الأطفال الذين يحرصون على حضورها، حيث تلبي تلك الهبطات احتياجات الأم والطفل معاً، وتوفر العديد من السلع والبضائع من ألعاب وملابس جاهزة، إضافة إلى شراء الرجال والنساء احتياجاتهم من المواد الغذائية التي يتم بها إعداد العديد من الأكلات العمانية التقليدية ومستلزمات الشواء. كما تعد تلك الهبطات أسواقاً للأضاحي وفرصة للمربين لبيع مواشيهم بأسعار جيدة، حيث يحرص العديد من المواطنين على شراء صغار المواشي والمعروفة باسم المواليد لاستخدامها في الوجبة العمانية التقليدية والمعروفة بالعرسية، وهي وجبة تؤكل عادة قبل الذهاب إلى مصليات العيد، وتتكون من الأرز واللحم ويضاف إليها السمن البلدي.